طلبة الصف الحادي عشر، أرحب بكم في بداية هذا الدرس وهو بعنوان صلوات في هيكل الحب، وهي قصيدة للشاعر أبو القاسم الشابي. طبعا معروف أن أبو القاسم الشابي هو شاعر تونسي ويعد من أعلام الإبداعية العربية. وافته المنية وهو شاب، وله عدد من المؤلفات نذكر منها الخيال الشعري عند العرب وآثار الشابي ومذكرات وديوان شعر. أما بالنسبة للشاعر والنص، فالشاعر عندما يرى جمال المرأة، جمال عجائبي، يقف مذهول من تلك المرأة التي حازت أنواع الجمال كلها، ويقف حائرا في أمرها، فهو لا يعرف إن كانت مخلوقا أرضيا أو سماويا. فهذه المرأة تمتلك قدرة سحرية على إحياء النفوس وبث الفرح في الطبيعة. فالشاعر هنا يقف مذهولا أمام جمال هذه المرأة ويمجد جمالها ويصفها. لنقرأ أعزائي القصيدة. يقول الشاعر: عذبة أنت كالطفولة كالأحلام، كاللحن كالصباح الجديد، كالسماء الضحوك، كالليلة القمراء، كالورد، كابتسام الوليد. يا لها من وداعة وجمال وشباب منعم أملودي، يا لها من طهارة تبعث التقديس في مهجة الشقي العنيدي. أي شيء تراكي؟ هل أنت فينيس تهادت بين الورى من جديد لتعيد الشباب والفرح المعسول للعالم التعيس عميدي؟ أما ملاك الفردوس جاء إلى الأرض ليحيي روح السلام العهيد. أنت ما أنت، أنت ما أنت رسم جميل عبقري من فن هذا الوجود، فيك ما فيه من غموض وعمق وجمال مقدس معبود. أنت روح الربيع تختال في الدنيا فتهتز رائعات الورود، وتهب الحياة سكرى من العطر ويدوي الوجود بالتغريد. كلما أبصرتك عيناي تمشين بخطو موقع كالنشيد، خفق القلب الحياة ورف الزهر في حقل عمري المجرود. وانتشت روحي الكئيبة بالحب وغنت كالبلبل الغريد. إذن هذه هي القصيدة. نقرأ أيضا شرح المفردات لنستعين بها في شرح هذه القصيدة. الأملود أي اللين الناعم، الورى الخلق فينيس هي ربة الجمال عند اليونان، العهيد أي القديم العهد، تهادى أي تمايل، أما المجرود فهو العاري. دعونا أعزائي نقوم بشرح هذا النص. في البيت الأول يقول الشاعر وهو يقف أمام جمال هذه المرأة مذهولا و متعجباً: أنت أيتها المحبوبة، أيتها المرأة فائقة الجمال ورقيقة القلب، فأنت تبعثين في القلب إشراقة الصباح. البيت الثاني: كالسماء الضحوك، كالليلة القمراء، كالورد، كابتسام الوليد. يستمر الشاعر في وصف هذه المرأة، فهي أشبه ما تكون بسماء صافية وقمر مضيء متلألئ، إنها أيضا بريئة كالأطفال. البيت الثالث: يا لها من وداعة وجمال وشباب منعم أملودي. يتعجب الشاعر من هذه المرأة، فهي هادئة ولطيفة وذات روح طيبة وملمس ناعم لين. البيت الرابع: يا لها من طهارة تبعث التقديس في مهجة الشقي العنيد. إذن هذه المرأة أيضا من صفاتها الطهر والنقاء، فهي ذات مكانة رفيعة في قلوب محبيها. البيت الخامس: أي شيء تراكي؟ هل أنت فينيس تهادت بين الورى من جديد. إذن يتساءل الشاعر أيضا مذهولا ومتعجبا، فهو يقول مخاطبا هذه المرأة: هل أنت ربة الجمال المعروفة عند اليونان تمشين بين الخلق من جديد لتبعثي فيهم الحياة؟ البيت السادس: لتعيد الشباب والفرح المعسول للعالم التعيس العميدي. إذن وجودك جاء
لإحياء حب الجمال في قلوب الشباب وأيضا بث السلام في هذا العالم التعيس. أما ملاك الفردوس جاء إلى الأرض ليحيي روح السلام العهيد. إذن يقول الشاعر: أم أنت ملاك مقدس نزل من الجنة ليعيد السلام إلى هذا العالم. البيت الثامن: أنت ما أنت، أنت رسم جميل عبقري من فن هذا الوجود. إذن يستمر في خطاب هذه المرأة ووصفها فيقول: أنت لوحة جميلة مزخرفة من إبداع هذا الوجود، فيك ما فيه من غموض وعمق وجمال مقدس معبودي. إذن أنت أيتها المرأة فيك اجتمعت مفاهيم الحياة وانكشفت أسرارها أمام جمالك. البيت العاشر: أنت روح الربيع تختال في الدنيا فتهتز رائعات الورود. إذن هو يقول أن جمال هذه المرأة فاق جمال الربيع وأزهاره ترقص فرحا لرؤيتك. البيت الحادي عشر: وتهب الحياة سكرى من العطر ويدوي الوجود بالتغريد. إذن هو يقول: جمالك كرائحة الأزهار الفواحة والطبيعة تغني لك. البيت الذي يليه: كلما أبصرتك عيناي تمشين بخطو موقع كالنشيد، خفق القلب للحياة ورف الزهر في حقل عمري المجرود. هذان البيتان مترابطان لجهة المعنى، فالشاعر يقول: عندما أنظر لجمالك وأنت تمشين فلساني يخفق قلبي ويتكلم لساني بأعذب الألحان. في البيت الأخير: وانتشت روحي الكئيبة بالحب وغنت كالبلبل الغريدي. إذن هو يقول أن روحي حازت السعادة وحازت الفرح برؤيتك وحبك وأصبحت تصدح كالبلبل بأعذب الألحان. إذن أعزائي، هذا كان شرح هذه القصيدة. من خلال الشرح نصل إلى الفكرة العامة، ألا وهي الإعجاب بجمال المرأة وأثرها على الطبيعة والشاعر. إذن أعزائي، نحدد الفكرة العامة لهذه القصيدة، وهي وصف جمال المرأة وأثرها على الطبيعة والشاعر. إذن نكتب الفكرة: وصف جمال المرأة وأثرها على الطبيعة والشعر. إذن هذه كانت الفكرة العامة. أعزائي، تعلمون أن أبو القاسم الشابي كما ذكرنا هو من أعلام الإبداعية العربية، فدعونا نستخرج بعض من سمات هذا المذهب في هذه القصيدة. نلاحظ أن من سمات المذهب الإبداعي في هذه القصيدة هو استخدام اللغة المأنوسة المألوفة القادرة على التعبير عن المشاعر. إذن نحدد سمات الإبداعية، والسمة الأخرى هي الاعتماد على العاطفة لا على العقل، وهي سمة بارزة من سمات المذهب الإبداعي. إذن نكتب سمات المذهب الإبداعي في النص. إذن سمات الإبداعية في النص. إذن قلنا استخدام لغة مأنوسة، استخدام لغة مأنوسة، والسمة الثانية هي الاعتماد على العاطفة. ننتقل إلى تحديد بعض مصادر الموسيقى الداخلية في هذه القصيدة، وقد تبين لكم أنه من مصادر الموسيقى الداخلية هو كثرة الحروف الهامسة، ووردت في كلمات كثيرة منها الطهارة، رسم، فينيس، وتعيس.
ندون أيضا إذن مصادر الموسيقى الداخلية إذن قلنا استخدام الحروف الهامسة قلنا مثلا كلمة طهارة وكلمة تعيس وفينيس. طبعا تعلمون أن الحروف الهامسة مجموعة في عبارة سكت فحثه شخص. المصدر الثاني من مصادر الموسيقى الداخلية هو التكرار، فقد ورد تكرار الضمير أنت أكثر من مرة. إذن تكرار الضمير أنت أيضا يعتبر من مصادر الموسيقى الداخلية. إذن تكرار وخاصة الضمير أنت. إذن يقول أنت، ما أنت، وهكذا. أعزائي، دعونا نقطع البيت الثالث من هذه القصيدة لنعلم على أي بحر نظمت هذه القصيدة. اسمحوا لي أن أقطع لكم البيت الثالث. يقول الشاعر: يا لها من وداعة وجمال وشباب منعم ملودي. إذن نقطع سوية، انتبهوا لي التقطيع. إذن يا لها من وداعة وجمال. نقطع الشطر الأول في البداية. إذن يا لها من وداعة وجمال. تعلمون أنه في التقطيع المتحرك نرمز له بألف مائلة والسكون بسكون، أي الحرف الساكن يعني. فمن خلال هذا التقطيع يتبين أنه يا لها من، أي مستفعل، عفوا فاعلات، وداعة متفعل، وجمال فعلا. إذا من خلال هذا التقطيع يتبين أن القصيدة من البحر الخفيف. إذا البحر الخفيف. دعونا نتأكد ونستمر في تقطيع الشطر الثاني أيضا. وشباب منعم أملودي. نكتب وشباب منعم أملودي. نقطع أيضا هذا الشطر. وشباب منعم أملودي. إذن أيضا فعلات، هنا أيضا حصل جواز، متفعل، فعلات بتسكين الثاني. إذن نلاحظ أن القصيدة من البحر الخفيف، وضابط البحر هو يا خفيفا خفت به الحركات، فاعلات مستفعل فاعلات، وقد حصل جواز أو أكثر من جواز، ففاعلات ممكن أن تصبح ماذا؟ إذن فاعلات ممكن أن تصبح فاعلات أو فعلات. إذن ممكن أن تصبح فاعلات أو فعلات بتسكين الثاني. أما بالنسبة لمستفعل فهو يتحول إلى متفعل.
وبذلك أعزائي الطلبة نكون قد انتهينا من قصيدة صلوات في هيكل الحب لأبو القاسم الشابي، وتناولناها بالشرح واستخرجنا الفكرة العامة والسمات الإبداعية ومصادر الموسيقى الداخلية، ونكون أيضا قطعنا أحد الأبيات وعلمنا أن القصيدة على البحر الخفيف. أشكر لكم حسن المتابعة، وإلى درس جديد.